حياكم الله متابعينا ومشاهدي قناة شهاب الفضائية وحلقة جديدة من برنامج كأس المدارس الموسم الثاني. منافستنا لهذا اليوم راح تكون مع مدرستين شاركوا بالمرحلة الأولى، واليوم إن شاء الله اللي يفوز من عندهم راح ينتقل إلى مرحلة الربع النهائي. نلتقي بالست زينب من مدرسة المكارم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الست؟ الحمد لله. شلون معنوياتكم؟ عالية جدا. زين، انت اجيتي بذيك الحلقة بالمباراة؟ هاي أول حلقة. ان شاء الله بلكت اليوم على حظك يفوزون. ان شاء الله. محضرة اللاعبين؟ ايوه. ان شاء الله. خليني نشوفهم، تسمحي لي هنا؟ السلام عليكم عمو. وعليكم السلام. شلونك؟ زين الحمد لله. شنو اسمك؟ فضل. فضل بياصف. صف سادس. شاركت بذيك الحلقة؟ ايه. قولت؟ ايه. عافين. واليوم شنو مستعد؟ ايه. توصل للربع النهائي؟ ان شاء الله. تفوزون على مدرسة الدراية؟ ان شاء الله. يلا قول يا الله. شلونك عمو؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ سجاد. سجاد شاركت في الحلقة؟ لا. لا. اي لين ما شفتك عمو. وبهاي الحلقة مستعد؟ مستعد الحمد لله. زين انت شنو هواياتك؟ والله طيار. شنو؟ رأسا طيار؟ طيار؟ اي. عافية. وانت بياصف قلت لي؟ سادس. بصف السادس. اليوم تفوزون ولا تخسرون؟ ان شاء الله. شنو ان شاء الله تخسرون؟ ان شاء الله نفوز. ان شاء الله تفوز. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. البطل نسيت اسمك؟ محمد مسلم. اي محمد تشاركت بذيش الحلقه. اي. واليوم؟ ان شاء الله نفوز. عافيه. شلونك حبيبي؟ زين. شنو اسمك؟ رائد عمار. رائد عمار. شنو هواياتك؟ الملاكمه. ملاكمه؟ ايه. زين حرامات ما عندنا حلبه، كان اليوم انت فزت. شنو هواياتك؟ الطيار. هم طيار لو ملاكم؟ لا طيار، ملاكم. ملاكم لو طيار؟ اثنيناتهم؟ ايه. اكو ملاكم يسوق طياره؟ اوكي رائد، ايش تتوقع اليوم من يفوز؟ ان شاء الله احنا على مدرسة الدراية ان شاء الله. خلينا نشوف. جاهزين يا المكارم؟ جاهزين. صوتكم ناس جاهزين؟ جاهزين. يلا خلينا نشوف مدرسة الدراية والست همسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الست؟ الحمد لله رح. شلون معنوياتكم؟ والله توب التوب. انتوا ذيك الحلقة فزتوا على يا مدرسة؟ على الرودينا. رودينا، اي عافية. واليوم شنو متهيئين؟ ان شاء الله احنا ابطال. ان شاء الله ابطال. نفس المجموعة اختاريتهم ولا غيرتي؟ لا لا نفسهم نفسهم. يعني اشتريتوا لكم لاعب منا منا؟ ابد ابد. خلينا نشوف اللاعبين الاربعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمو؟ الحمد لله. شو اسمك؟ رضا. رضا، شنو اليوم متهيئ؟ طبعا. تفوزون؟ نفوز طبعا بعد شو؟ لا شو طبعا يعني شنو هالثقة العالية؟ يعني شلون احنا درايه شلون ما نفوز؟ درايه؟ طبعا. انا ادري بيكم درايه وان شاء الله الدرايه راح تفوز. ان شاء الله. يلا، شلونك حبيبي؟ هلو. شلون اسمك؟ احمد. احمد، بياصف. السادس. احمد شنو هواياتك؟ كرة القدم والسباحة. والسباحة. اي ما دام تلعب كرة قدم وسباحة اذا بنيتك قوية وان شاء الله يا رب اليوم تفوزون. اكيد. اكيد؟ اكيد. عافية. هلا بالحبيب، شنو اسمك؟ علي. علاء، وانت شاركت بذيك المباراة. اي تمام. وكنت سبع وبطل. ايه. وهالمرة؟ ما راح نفوز. شلون؟ راح نفوز ان شاء الله. اكيد؟ اكيد. سمعني صوتك. اكيد. عافية. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. تعبان احسك. لا والله. ما بيك شيء؟ ما بي شيء. شنو اسمك؟ اسمي علي. علاوي. علاوي اليوم تفوزون ولا تخسرون؟ لا ان شاء الله نفوز. انت من تكبر شو تصير؟ من اكبر تصير مهندس. عافية يا مهندس. جاهزين يا مدرسة الدراية؟ جاهزين. خليكم ويانا حبايبنا، بعد هذا الفاصل راح نروح المباراة الأولى كرة السلة بين مدرسة الدراية والمكارم من كأس المدارس الموسم الثاني. أهلا بكم حبايبنا مشاهدي قناة شهاب الفضائية وبرنامج كأس المدارس الموسم الثاني، ووصلنا إلى المنافسة الأولى ألا وهي مباراة كرة السلة. شهاب من تتوقع يفوز؟ من تتوقع يفوز؟ يقول ما أدري. زين بعدك يعني بعدك ما مشيك اللاعبين. أوكي شباب، مثل ما اتفقت وياكم احتكاك ما اريد، لعب خشن ما اريد، كل ما هنالك نريد نشوف مباراة حلوة ونريد نشوف من الفايز. راح اقول من واحد لثلاثة. اول مرة سلموا على بعضكم. يلا شباب، ابطال ابطال. يلا شباب، وين التشجيع مالتكم؟ الدراية الدراية الدراية. وانتم ما تشجيعكم؟ عافية. يلا راح نشوف هذه المباراة من راح يفوز بها. راح أحسب من واحد لثلاثة
واصفر وارمي الكره. اوكي شباب، تفضل شباب قدم البرنامج التوراي. يلا شباب جاهزين، تعالوا قربوا. واحد اثنين اوت اوت على مدرسة المكارم اوت. يلا شباب، يلا شباب، يلا شباب، همتكم. يلا ابطال، يلا اريد مناولات، اريد مناولات، اريد مناولات. هدف، هدف اول الى مدرسة الدراية، واسرع هدف في المباراة. هدف، هدف. لا ماكو دفع، ماكو دفع، اكو كاميرات موجودة، كل شوية كاميرات موجودة بدون اعتراض. يلا شباب، هدف اول الى مدرسة الدراية. يلا يلا مناولات، مناولات، مناولات. يلا شباب، مناولات، يلا مناولات. ابطال، 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 ابطال. مناولات، 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 مناولات. رمية الى مدرسة الدراية، رمية الى مدرسة الدراية. المنافسة شديدة بين الدراية وبين مكارم. مناولات، مناولات. ابطال اوت على مدرسة المكارم. تعال الدراية، ارميها منا، تعال ارميها منا. يلا شباب، يلا التشجيع مالكم وينه؟ اوت عليك، اوت عليك. يلا اوكي، يلا شباب للدراية، 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 كرة للدراية. مناولات، 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 مناولات. لا توقف، مناولات. يلا شباب، يلا شباب، انطباس. فاول عليك، اعتذر منه، اعتذر منه. تعال منا، ايلكم للدراية. يلا 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 شباب، تعال منا، منا. ارجع 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 ارجع. يلا يلا، وين ابطال، ابطال. فرصة ثانية ضاعت على مدرسة الدراية. لا، مناولات، 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 مناولات. يلا ابطال، اريد يعدلون النتيجة. اوت 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 اوت. يلا شباب مناولات، يلا يلا الدراية. يلا شباب، يلا مناولات. اكثر من مره حذرناكم، قلنا لكم لا حد يلعب خشونه. اوكي، لا حد، لا حد، عاد عاد. يلا شباب، بعد ما اريد لعب خشن. اوكي، انتبه، انتبه للهدف، انتبه للسله. تعال هنا، تعال هنا، هنا 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 هنا، اقبال السله، اقبال. يلا من اصفر، تعادل، تعادل بين الفريقين، مدرسة الدراية ومدرسة المكارم. يلا، وين المناولات، وين المناولات، وين المناولات؟ أبطال، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين، فريق الدراية وفريق مدرسة المكارم، بكل واحد هدف واحد. انتظرونا بالشوط الثاني من كأس المدارس الموسم الثاني. ما زلنا مستمرين وياكم، والشوط الثاني من مباراة كرة السلة بين فريق الدراية ومدرسة المكارم، والنتيجة تعادل 1-1. يلا مناولات، يلا ابني مناولات.
طخت من لعبكم. بعد لا حد يعترف. يلا العب 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 كمل 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 كمل. فاول مو قلت لك مناولات؟ يلا 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 حبيبي بسرعه قبل ما تنتهي المباراه. يلا مناولات يلا ابطال. باص باص انت باص. فاول 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 على مدرسة الدراية. دخلت برجلك. يلا حبيبي يلا شباب يلا شباب أبطال أبطال. احتكاك بيناتكم اثنينكم. واحد يعتذر من الاخ. تعال واحد يعتذر من الثاني. احتكاك بيناتكم اثنينكم. اعتذر اعتذر. يلا حبيبي يلا شباب نريد مباراة نظيفة. يلا مباراة حلوة ومنافسة حلوة والنتيجة إيجابية. مناولات مناولات عافية أبطال. مناولات أبطال 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 أبطال. انطب أوت. إي أوت. لا تعمل خشب لا تعمل خشب. يلا حبيبي يلا حبيبي للدراية 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 للدراية. احتكاك بيناتكم. يلا شباب للدراية بسرعة. بطل بطل قدر يخطف الكرة من الفريق المنافس ويهدف. إذن فريق المكارم يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد إلى مدرسة الدراية. انطباس. عليك عليك. يلا رمية 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 للدراية. رمية للدراية. يلا شباب لا عليك. يلا شباب ارمي. هدف ثالث مدرسة المكارم مقابل هدف واحد للدراية. لا دخلت حبيبي. اثنين. لا 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 دخلت. اكو اعتراض اكو اعتراض. اوقف. اكو اعتراض من مدرسة الدراية. يقولون الكرة خلي نروح للفار. خلونا نروح للفار ونشوفه. يلا يلا يلا. راح تنطباس لو لا لو اعطيك فاول. فاول فاول برجلك. شيل كاس كاس. عيد الفار. ايش طلعت والله ما اطلع حبيبي اطلع حبيبي اطلع. تعال هنا تعال هنا تعال تعال ارجع. لا حد يحترم. يلا ارميها. يلا اثنين ارميها. اوت اوت. ما زالت النتيجه 3 الى مدرسه المكارم ونقطه واحده الى مدرسه الدرايه. اوت اوت. والكره بيد مدرسه الدرايه وبدا الوقت يستنفذ والنتيجه 3 الى المكارم وواحد الى مدرسه الدرايه. ابطال ابطال. يلا شباب يلا يلا شباب. مناولات أبطال. مناولات مناولات جميلة. اطلع من الهدف اطلع من الهدف. بعت 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 بعت. يلعب يلعب
من هدف لسته يجي. انطباس 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 انطباس. هدف ثاني إلى مدرسة الدراية، وعدلوا النتيجة والنتيجة 3 إلى المكارم و2 إلى مدرسة الدراية. رمية رمية إلى مدرسة المكارم، لا تضربها برجلك، واحد منكم. يلا مناولات، تريد مناولات؟ أبطال أبطال. فاول على المكارم، فاول على المكارم، فاول على المكارم. انطي الكرة للدراية. ابني لا تخلي يدك جوا، ما يصير تخلي يدك جوا. اوكي نور صبري، نور صبري. يلا شباب، يلا يلا شباب، يلا مناولات مناولات. تعال منا، اطلع 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 من الهدف هاي بالمباراة مو بالرمية. يلا ثلاثة نقاط إلى الدراية وثلاثة نقاط إلى المكارم. يلا 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 مناولات، يلا شباب مناولات. أبطال مناولات 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 مناولات. شوف لهم انطباس. انتهت النتيجة، النتيجة الإيجابية بين فريق الدراية، مدرسة الدراية ومدرسة المكارم، بثلاثة نقاط لثلاثة نقاط. راح نتحول وياكم إلى المباراة الثانية وهي القفز بالبالونات، وراح نشوف شنو النتيجة. خليكم ويانا وكأس المدارس الموسم الثاني. رجعنا وياكم حبايبنا متابعي قناة شهاب الفضائية وحلقة من برنامج كأس المدارس الموسم الثاني، وهذه المباراة التنافسية بين فريق الدراية وفريق مدرسة المكارم. النتيجة تعادل بالنقاط. وصلنا إلى المباراة، مباراة القفز بالبالونات. راح نبدي ونشوف منو راح يفوز بهذه اللعبة. جاهزين شباب؟ من أصفر تنطلق. ارجع حبيبي شوي لي ورا، صير ويا أصدقائك. يلا شباب أعد من واحد لثلاثة وأصفر تنطلقون. جاهزين؟ جاهزين؟ واحد اثنين. فوز ساحق إلى مدرسة الدراية، و المكارم بدأوا يتعثرون من بداية الانطلاقة. ما أعرف شنو السبب، تعبانين أو ما أعرف شنو. نقطة إلى مدرسة الدراية، يعني صاروا اثنين، ونقطة إلى مدرسة المكارم. خليكم ويانا والمباراة الثالثة من كأس المدارس الموسم الثاني. وصلنا وياكم حبايبنا إلى هذه المباراة، مباراة القوة، مباراة جر الحبل. نقطتين إلى مدرسة الدراية ونقطة واحدة إلى مدرسة المكارم. إذا فازوا مدرسة الدراية بهذا جر الحبل راح تنتهي المسابقة بفوزهم،
وإذا تعادلوا المكارم راح ننتقل إلى مباراة أخرى. جاهزين شباب؟ جاهزين؟ وين التشجيع مالتكم؟ من أقول واحد تحضر تلزم الحبل، من أصفر تسحب، أوكي؟ واحد تحضر، لا حد يسحب. أبطال 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 أبطال. فازوا مدرسة الدراية بجر الحبل، فازوا مدرسة الدراية بجر الحبل، ومع الأسف خسروا مدرسة المكارم، وانتقل ويانا إلى الربع النهائي مدرسة الدراية، وراح نشوف منو راح ينافسهم بالربع النهائي. خليكم ويانا فاصل وراجعين حتى نوزع الجوائز للمتسابقين. مثل ما شفتوا حبايبنا مشاهدي قناة شهاب الفضائية بهذه المباراة وهذه الحلقة فازوا بها مدرسة الدراية، وللأسف كانوا أبطال مدرسة المكارم، لكن الحظ ما يعني ما أعرف شو أقول. إن شاء الله حظا أوفر لكم يا مدرسة المكارم، وانتقلوا ويانا إلى مرحلة الربع النهائي مدرسة الدراية. سلموا على مدرسة المكارم، خلينا نشوف الروح الرياضية شباب. أبطال أبطال أبطال. زعلانين مدرسة المكارم، ما يخالف لي، أن خسرانين وراح نتوجهم بالكؤوس. وانتقلوا ويانا إلى مرحلة الربع النهائي مدرسة الدراية. شكرا لكل من أسس وخطط وساهم لهذه المسابقة الجميلة، مسابقة الروح الرياضية بين أولادنا وشبابنا ومدارسنا. الله يحفظكم إن شاء الله. انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج كأس المدارس الموسم الثاني، ونقول لكم في مال الله، في مال الله شباب، في مال الله، في مال الله. مسابقة منافسة كأس المدارس، مسابقة لكل مدرسة كأس المدارس، والأخ مع الأخ يتسابق بلطافة، مدارس الكرخ ومدارس الرصافة، كل المحافظات تجري المسابقات كأس المدارس، مسابقة منافسة كأس المدارس، منه الطلع منه البقى بكأس المدارس، صافرة البداية لليبقى بالنهاية.